تحت شعار الإبداع في العلوم والتكنولوجيا نحو مستقبل عال في التطور، اختتم في جامعة حضرموت في المكلا المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الإنسانية والتطبيقية والتكنولوجيا، والذي استمر لمدة يومين. احنا الآن إن شاء الله في خضم المناقشة هذه لزيادة المعرفة في بعض التخصصات التي غير متوفرة في حضرموت، وبعض الباحثين أيضا من جامعة حضرموت اللي قدموا أفكار وأبحاث قبلت في وقاع المؤتمر. المؤتمر شهد مشاركة نخبة من الباحثين من عدد من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي اليمنية والإقليمية والدولية من أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم، ويشارك منتسبو جامعة حضرموت من الداخل والخارج بأكثر من 90 بحثا علميا في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا. اليوم حضرنا في جامعة حضرموت المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الإنسانية للعلوم التطبيقية والأساسية والتكنولوجيا، وهو بنيابة عن رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور، وقد كان لجامعة المهرة الدور في المؤتمر الدولي هذا من ناحية تحكيم بعض الأبحاث ومشاركة بعض أعضائه التدريس في الجامعة في المؤتمر هذا. يهدف المؤتمر إلى دعم استراتيجية جامعة حضرموت في تطوير منظومة البحث العلمي لرفع تصنيفها المحلي والإقليمي والدولي، وإتاحة الفرصة للباحثين من جامعة حضرموت لتبادل التجارب والخبرات مع نظرائهم حول العالم في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتكنولوجيا، لضمان زيادة قدرات منتسبي الجامعة في البحث والابتكار وتوثيق وتعزيز جسور التعاون البحثي والعلمي بين جامعة حضرموت والجامعات حول العالم.